إيران حذرت وتوعدت العراق بعد الضربة التي قامت بها يوم أمس على مدينة أربيل بالصواريخ البالستية من أن يقوم العراق مباشرة ومن أن يتعرض العراق مرة ثانية إلى ضربات أخرى إذا ما عالج قضية التحركات الإسرائيلية التي تهدد الداخل الإيراني من الأراضي العراقية. وهذا الأمر أصبح واضحا من تصريحات رسمية صدرت من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الذي قال بأننا حذرنا السلطات العراقية من استخدام الأراضي العراقية من قبل أطراف ثالثة ضد الداخل والأمن الإيراني. وهذا الأمر أيضا أصبح واضحا من قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني بهذا الشكل بعد الضربة التي تعرضت لها مدينة أربيل بالصواريخ البالستية. هو عاد وهدد مباشرة بهذه الطريقة، والعديد من الدبلوماسيين الإيرانيين أيضا استمروا بالتهديدات، وهذه التهديدات بهذا الشكل والكلام عن أن التهديد قادم من العراق هو يأتي بسبب أن المصادر الخاصة الإيرانية والمصادر الإيرانية بدأت تتحدث عن أن هذه الضربة التي جاءت على مدينة أربيل هي أساسا انتقاما لضربة تعرضت لها إيران هنا في هذه النقطة المتمثلة بمحافظة كرمانشاه القريبة من الحدود العراقية. وفي هذه المحافظة تم هنالك هجوما تعرضوا له الشهر الماضي وتحديدا في 14 فبراير. أين تمت هذه الضربة؟ دعونا نذهب إلى محافظة كرمانشاه، هذه هي محافظة كرمانشاه التي ترونها، وإلى غربها تقريبا بهذا الاتجاه وعلى مسافة 21 كيلومترا تقريبا بهذه النقطة تأتي القاعدة التي تعرضت إلى الهجوم. وهذه القاعدة التي ترونها هي قاعدة مهادشت الإيرانية، وبالتالي هذه القاعدة إذا ما اقتربنا تحديدا من هذا المبنى الأبيض وهو في حقيقة الأمر مصنع لطائرات المسيرة الإيرانية الذي يستخدمه الجيش الإيراني وكذلك بمشاركة من الحرس الثوري الإيراني، فجأة هذا المبنى تعرض إلى انفجار كبير بهذا الشكل في 14 فبراير. وكنا هنا في برنامج رأس السطر قد كشفنا عن هذه الصورة من القمر الصناعي في 18 فبراير، أي بعد 4 أيام من هذه الضربة، ولكن كان كل شيء غامض، لم يعرف أحد ما الذي جرى، وإيران تتحدث بأنها تعرضت إلى هجوم بهذا الشكل على هذا المصنع. وبالتالي ما تقوله إيران هنا بأن هذه العملية هي تمت من قبل إسرائيل، وأن إسرائيل أطلقت 6 طائرات مسيرة مفخخة من إقليم كردستان مباشرة على هذه القاعدة موجودة في محافظة كرمانشاه، وكانت الضربة دقيقة وخطيرة للغاية. وما يؤكد هذه القصة بالنسبة لإيران وما تتحدث عنه، إذا ما عدنا إلى هذا المبنى الذي ضرب بهذا الشكل واقتربنا قليلا من هذه المنطقة سنلاحظ فعلا بأن هنالك انهيارا في الجزء الجانبي لهذا المبنى، وهذا يوضح الانهيار بشكل واضح بأن هنالك ارتطاما، أن هنالك قصفا فعلا تعرض إليه هذا المبنى، ولا نستطيع الآن القول بأن كان هنالك انفجارا من الداخل أو عبوة من الداخل، واضح بأنه تعرض إلى القصف. وعلى هذا الأساس وطبعا هم قاموا بعملية تحليلات للطائرات المسيرة التي سقطت في هذه المنطقة، وبعد هذه التحليلات بحسب هذه المصادر الإيرانية التي بدأت تتحدث عن ما جرى بأنهم وجدوا من خلال هذه الطائرات المسيرة وبفحص الجي بي اس الخاص بها وجدوا مسار هذه الطائرات ومن أين هي كانت قادمة، وجدوا بأنها قادمة من إقليم كردستان. هنا كما ترون في هذه الخارطة باللون الأصفر هي المناطق ومناطق سيطرة إقليم كردستان، وهنا طبعا بالنسبة إلى الحكومة الاتحادية باللون الأحمر ما قالته إيران بحسب المسارات وما تحصلت عليه من الجي بي اس الخاص بالطائرات المسيرة بأن هذه الطائرات هي جاءت من أقصى جنوب غرب إقليم كردستان من جهة الموصل، أي تقريبا بحسب هذا الوصف أنها جاءت من هذا الاتجاه طبعا من داخل أراضي إقليم كردستان. وبالتالي بحسب هذا الوصف فإن هذه الطائرات المسيرة هي حلقت على مسافة 330 كيلومترا لتضرب هذه القاعدة الموجودة في محافظة كرمانشاه بحسب وصفهم. هذه الضربة أيضا كشفت هذه المصادر الإيرانية بأنها أدت إلى مقتل 3 من العناصر الأمنية، والواضح بأنهم 3 من العناصر التابعين إلى الجيش الإيراني. وبعد ذلك كما تحدثوا أيضا بأنهم قدموا إنذارا وأبلغوا السلطات العراقية بأن عليكم أيها العراقيون بالتصرف ضد إسرائيل وضد هذه المواقع وضد
ما جرى وأعطوا مهلة للعراق، بما أننا نتحدث بأن هذه الضربة تمت في 14 من فبراير، أعطوا لهم مهلة ما يقارب 30 يوما حتى يوم أمس في 13 من مارس، وبعد ذلك لم تنتظر إيران أبدا ولم تكذب خبرا، وقامت باستخدام وبإطلاق 12 صاروخا باليستيا على أقليم كردستان كما شهدنا يوم أمس. وعلى هذا الأساس بملاحظة هذا الرقم واستخدامهم لهذا الرقم فيه رمزية، خاصة وأن الطائرات المسيرة المفخخة التي استخدمت بحسب معلوماتهم هي 6 طائرات مسيرة، وبالتالي يوضح من خلال هذا الرقم بأنه الضعف، أي بما معنى بأننا سنرد الصاع بالصاعين، سنرد بالضعف تماما، وسيكون الرد قاسيا للغاية. بمعلومات خاصة اليوم نكشفها لكم في برنامج رأس السطر، وهي حصرية للغاية ولم تعرف في أي مكان، نؤكد وأكدت هذه المصادر بأن العملية التي تمت ضد إقليم كردستان بالصواريخ البالستية هي كانت بإشراف قيادة العمليات للقوات المسلحة الإيرانية، أي بما معنى أن الجيش الإيراني هو الذي قاد هذه العملية الصاروخية بالصواريخ البالستية ضد إقليم كردستان. وما يؤكد هذا الأمر هي القاعدة نفسها التي تعرضت إلى الاستهداف، نتحدث هنا عن قاعدة مهادشت التي استهدفت كما تقول إيران من قبل إسرائيل، والتي واضح من هذا الفيديو الخاص بهذه القاعدة لهذه الطائرة، طائرة إيران مهاجر 6 المشهورة التي تظهر بهذا الشكل وبهذه القطعة، واضحة بأنها لسيطرة الجيش الإيراني في المنطقة الغربية. وأيضا من خلال هذا الفيديو كما نلاحظ بهذا الشكل بأننا أمام هذا الرجل بهذه الرتبة التي تلاحظونها بأنه من الحرس الثوري الإيراني، ولكن البقية هم تابعون طبعا إلى الجيش الإيراني بشكل رسمي، وبالتالي هي قاعدة تابعة إلى الجيش الإيراني، وهذا الجيش هو متخصص، هو فوج متخصص بالطائرات المسيرة الذي طبعا تعرض إلى القصف وتعرض إلى هذه الضربة، وبالتالي شهدنا ما شهدناه من هذه العملية التي نتحدث عنها بحسب ما تتحدث عنه طبعا إيران. ولكن المشكلة الحقيقية في هذه القصة بأن ليس هنالك دليلا قطعيا، ليس هنالك موقعا دقيقا من إيران قدمته، أو دليلا ملموسا كتصوير على سبيل المثال، أو صور من الأقمار الصناعية، أو أي شيء من هذا القبيل الذي يؤكد بأنها فعلا انطلقت من الداخل العراقي، أو انطلقت من المياه مثلا، أو انطلقت على سبيل المثال من أذربيجان، أو حتى من داخل إيران. سبق أن كانت هنالك انطلاق لطائرة مسيرة في داخل إيران تقريبا بهذه المنطقة، ألا وهي تتمثل بمنطقة كرج وعلى منشأة كرج لأجهزة الطرد المركزية. القصة الكاملة بأن هنالك طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية، ضربت منشأة كرج وبعدها انسحبت، وكانت هنالك مشكلة حول هذا الموضوع، وهذا ما يثير الشك حول ما يأتي من القصة الإيرانية، يثير الكثيرون الشكوك حول هذه القضية وما جرى منها بسبب عدم وجود دقة في المعلومات أو تكامل لهذه المعلومات إن صح التعبير، خاصة إذا ما ذهبنا إلى عمليات القصف والضربات الصاروخية. هذه هي مدينة أربيل، إذا ما توجهنا إلى الموقع المستهدف بشكل أساسي، وهو من المفترض أن يكون هذا الموقع هي القنصلية الأمريكية التي هي تعتبر قنصلية جديدة قيد الإنشاء، كان من المفترض أن تكون هي المستهدف. فالواضح حتى هذه اللحظة بأن ليس هنالك ولا حتى صاروخا واحدا قد سقط على هذا الموقع، ودليل على هذا الأمر ما صرحت به الخارجية الأمريكية يوم أمس، وما قالته بأنه ليس هنالك دليلا بأن مصالحهم تعرضت إلى ضربات صاروخية أو تعرضت لها إيران، بل إن حتى بيان صادر من البيت الأبيض وتحديدا من جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي تحدث بأن هذه الضربات كانت هي ضد أربيل وضد إقليم كردستان وضد العراق، ونددوا بهذا الأمر، وليس هنالك حديثا عن القنصلية الأمريكية أو تعرضها إلى أي ضربة بأي شكل من الأشكال. بل إن الواضح الآن من هذه العملية، وكما هو واضح من العديد من اللقطات، كما نلاحظ بأن هنا كما تحدثنا القنصلية الأمريكية الجديدة قيد الإنشاء، هنا قناة كردستان 24 التي تبعد ما يقارب أقل من كيلومترا واحدا، الواضح بأن الصواريخ هي سقطت على هذه الفيلا الكبيرة التي ترونها بهذا الاتجاه، وكذلك هي سقطت الصواريخ، وهذا الأمر هو جديد أيضا في هذه المنطقة التي ترونها أمامكم. هذه المنطقة أصبح واضحا بأن الصواريخ سقطت عليها من خلال هذا الفيديو الجديد الذي نشر بهذا الشكل الذي ترونه، وهذا الفيديو نشر من قبل مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان. طبعا إذا ما أخذنا عددا من العلامات، هنالك صاروخ واحد سقط كما لاحظتم الآن، دعونا نأخذ عددا من العلامات المهمة. واضح بأننا أمام حديقة هنا، وبأننا أمام سياج بهذا الاتجاه، هنا يستمر السياج طبعا بهذا الاتجاه
كما تلاحظون. كذلك هنالك مبنى مرتفع بهذا الشكل، علينا مراعاة بأن الكاميرا تأتي باتجاه طبعا بهذا الاتجاه الأفقي، وكذلك بأن هنالك مبنى كما تلاحظون يبدو بأنه يأتي نوعا ما بهذا الاتجاه، وهو يأتي بشكل منخفض مقارنة بهذا المبنى الذي نتحدث عنه، وبهذا الشكل الأفقي يوضح بأننا أمام هذه المباني التي تأتي بالموازاة بخط واحد، وبالتالي أيضا بعد هذا السياج يرجح بأن يكون هنالك أيضا شارعا أو طريقا، وبالتالي مع أخذ هذه العلامات مع صعوبة النظر في الليل بهذا الشكل سنلاحظ أن عدد الصواريخ مع الصاروخ الذي رأيناه ونظرنا إليه بأن هنالك عددا من الصواريخ التي سقطت، سنكون نحن أمام صاروخ آخر هنا يسقط بهذا الشكل كما تلاحظون، وبعد ذلك تتوالى الصواريخ، جاء هذا الصاروخ الثالث وبعدها استمرت الصواريخ بهذا الشكل حتى وصلنا إلى عدد ما يقارب 7 صواريخ هي التي سقطت وأدت في نهاية المطاف كما تلاحظون إلى انقطاع التيار الكهربائي تماما، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن 7 صواريخ سقطت. ومع العلامات التي أخذناها الآن لكي نتأكد من هذا الموقع بأنه فعلا هذا هو الموقع، دعونا نقترب من هذا الموقع، دعونا نقلب الصورة 180 درجة وسنلاحظ بأننا فعلا أمام حديقة بهذا الاتجاه كما هو واضح، وبأننا أمام هذا السياج الذي تلاحظونه وفعلا تبين بأن هنالك طريق، وأيضا هذا هو المبنى المرتفع الذي لاحظناه بطريقة وبدرجة أفقية بهذا الشكل، وكذلك هذا هو المبنى الصغير الذي تحدثنا عنه الذي واضح الآن بأنه يأتي بهذا الاتجاه، وبالتالي فعلا بأن الاستهدافات والواضح من هذه الضربات كانت تستهدف هذه النقطة التي ترونها، وبالتالي يوضح هذا بأن الكاميرا الأمنية كانت تأتي بهذا الاتجاه وهي تصور بهذا الشكل. وهذه البناية لكي نتعرف عليها، ما الذي يتواجد في هذه المبنى، ما هو هذا المبنى تحديدا؟ إذا ما اقتربنا منه بملاحظة هذه النافورة المائية مع الطريق الخاص به، فإن هذا المبنى في حقيقة الأمر هو اسمه بارزا جروب، وهي عبارة عن جروب أو مجموعة أو شركة هي تقدم الحمايات والأمور المتعلقة بالحماية مثل الكاميرات، مثل الحمايات الشخصية أو غيرها، لديهم موقع رسمي، وهذه أصلا الشركة معروفة، وممكن لأي شخص ممكن أن يتوجه إلى هذه الشركة بأي شكل من الأشكال. ليس واضحا كيف لهذا الموقع أن يكون موقعا تابعا إلى الموساد الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال. كذلك إذا ما ذهبنا إلى هذه الفيلا الكبيرة التي نتحدث عنها والتي تعرضت إلى أيضا الضربات الصاروخية، نحن أمام 7 صواريخ كما تحدثنا في ذلك الموقع، وفي هذا الموقع واضح بأنه تعرض إلى الكثير من الصواريخ. هذا المبنى الذي روجت له إيران بأنه كان موقعا لاجتماعات الموساد هو في حقيقة الأمر تابع إلى رجل أعمال، وهو شيخ باز رؤوف كريم، هذا هو عبارة عن رجل أعمال وهو أساسا من السادة البرزنجية، والرجل هو معروف بتدينه وبمساعدته للمحتاجين وكذلك بمساعدته إلى المرضى، هو يعمر المساجد في حقيقة الأمر ولا علاقة له بمثل هذه القضايا، بل إنه من الصعب جدا تخيله بأنه سيقترب مثل هذه الجهات المشبوهة التي ممكن أن تتعامل مثل جهات للموساد، بل إن هذا المنزل والفيلا التي نتحدث عنها جاءت اليوم صورا منها توضح بأن كان هنالك مثلا غرفة لألعاب الأطفال أو على سبيل المثال للدراجات الهوائية بهذا الشكل لهذه الفيلا المدمرة، أو حتى مقتنيات منزلية عادية بهذا الشكل. وهذا يوضح بصريح العبارة بأن هذا هو ليس موقعا، ومن الصعب تخيل بأنه أن يكون موقعا للموساد الإسرائيلي، خاصة يجب أن ننتبه بأن هنالك أمرا مهما بأن أربيل الآن وتحديدا هذه المنطقة التي ترونها إلى شمال شرق أربيل بهذا الاتجاه ليس هنالك منظومات دفاعية فيها أساسا للدفاع عن هذه المناطق، وهذه تضع علامة استفهام أخرى، كيف لجهاز الموساد ممكن مثلا أن يتواجد أو حتى الإسرائيليون أن يتواجدوا في منطقة أساسا غير محمية؟ ويجب أن نتذكر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب منظومتين من منظومات الباتريوت في الشهر 7 من العام الماضي، مما يوضح أيضا سبب عدم التصدي لهذه الصواريخ التي أطلقت على مدينة أربيل من الصواريخ البالستية الإيرانية.